تأخر مستحقات المشاريع السكنية المنجزة، وكذا طول مدة إمضاء الصفقات العمومية وبيروقراطية الإدارة هي أهم المشاكل التي لا تزال تواجه العشرات من المقاولين بولاية عين تيمشنت. مشاكل فيها مشاكل مثلا تأخير لي بايمون دي سيتياسيون، وكذلك فيها الصفقات اللي يطولوا مثلا يقعدوا عام باش يتسنيا يدي افيك ان بري يدي بسومه ويقعد عام باش يسنيو له يعطوه المارشي ولا عامين ما ينجمش يخدم. كيما باغ اكزومبل حنايا عندنا لا ديرنيغ فوا دي سوميسيون او نيفو دو بي جي اي كاين لي غافالمون دو فاساد سي لا بينتور هادي غافالمون دو فاساد يقول لك كاليفيكاسيون لا 2 بلس. باغ كونتر لو بروجي تاع الباتيمون في لا سوميسيون لا 1 بلس. كيفاش الباتيمون يدوها بلا 1 ولي غافالمون دو فاساد لا بينتور يديها بلا 2. انا بيرسونيلمون ديت ان بروجي تاع 20 لوجمون و تليلات ال اس بي دي جي اس ان بلا اون كاليفيكاسيون لا اون. كي تروح باش تيميسيوني في لا بينتور يقول لك لا 2 اي بلس. هادي مازال ما فهمناهاش مشاكل. مانيش نقول المديريات هما الغلط، كاين المقاول الخطره تيكون غلط، كاين المقاول ما يعرفش القانون تاعه. نقص اليد العامله المتخصصه والمؤهله من العوامل التي تقف في اغلب الاحيان امام الوفاء بتعهدات المقاولين في تسليم المشاريع. وحنا كان نعانوا بالمشاكل تاع لا مان دوف سورتو لا مان دوف ما كانش، تروح تلقى مانوفري ما كانش. سيروا على بالهم على المستوى الوطني على بالهم على بالهم باللي وكل وزاره على بالها وكل كاع المقاولين راهم يعانوا من نقص في لا مان دوف اليد العامله المختصة وكذلك غير المختصة لي مانوف. وحنايا قلنا حل باش ندخلوا لهذو الاجانب هذو ماذا بينا باش ندخلوهم يخدموا هنا لاتمام المشاريع اللي راهي تعاني منها الولاية. بين بيروقراطية الإدارة وجهل بعض المقاولين للقانون وتعمد ذلك أحيانا يبقى المواطن الضحية الوحيد في أزمة السكن بالجزائر.